لعلي أبدأ في قصة في قضية التوكل والتواكل وكيف الفرق اللي بينهم اللي ممكن عوام الناس أو بعض الناس ما يفهمون هذا الموضوع. إذن في البداية احنا قلنا أن التوكل هو عبادة، عبادة قلبية يتعبد المرء فيها إلى ربه في هذه العبادة. قصة رمزية يقال أنه في رجل في عايش في قرية ونزل مطر وصار فيضان، والفيضان هذا دخل إلى المنازل فأعلن إعلان قالوا يا لازم تطلعون لأن الفيضان بيدخل بيوتكم بيغربكم. النتيجة طلعت الناس وبدأت تركب من السيارات اللي جاية تنقذهم. واحد رفض قال لا أنا لن أتحرك من مكاني لأني متوكل على الله وسوف ينقذني ربي. قالوا له يعني بتشوف الغرق، قال ما لكم شغل. ففعلا دخل الدور الأرضي وامتلأ بالماء وغرق، فخرج وصعد إلى الدور الثاني وطلع من الشرفة. جاءت سيارة الإنقاذ الثانية وتقول له فرصة ثانية لكنك تطلع معانا الآن. قال لا 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 عليكم السلام، قال مستحيل، أنا متوكل على الله بينقذني الله عز وجل. جاء الماء والفيضان وامتلأ حتى الدور الثاني وأغرق يعني الدور الكامل. فصعد هذا الرجل إلى السطح وجلس في السطح، فجاءت الطائرات والمروحيات الآن تنقذ المتبقين. فنزلوا سلم على ذلك الرجل وهو في سطح بيته، قالوا القرية كلها خرجوا لم يتبقى إلا أنت. قال إن الله سوف ينقذني فأنا متوكل عليه. لا شك أن هذا الرجل فهمه للتوكل فهم خاطئ تماما. التوكل لا يعارض فعل الأسباب، أنت تتوكل على رب الأسباب، لكن قبلها يجب أن تفعل الأسباب، كما جاء في حديث عمرو بن أمية الذي ذكر قبل قليل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة أرسلها أم أتوكل، فيقول اعقلها وتوكل. لما نتكلم عن هذا التوكل والعبادة القلبية العجيبة ونذكر هذه القصص اللي ممكن يستأنس بها البعض ونفرق بين التوكل والتواكل.